السلام عليكم. في سؤال بيقول ليه لغاية دلوقتي موضوع البيع مش واخد حقه ونتائجه مش ملموسة في المشاريع الكبيرة في مصر ودول الخليج؟ طيب، في أسباب كتيرة طبعا للموضوع دوت، بس بداية هو في مشاريع كتيرة البيم اتطبق فيها وحقق نتائج ملموسة، زي مثلا لو احنا بنتكلم مثلا على مصر، عندنا أبراج العالمين، عندنا المتحف الكبير، عندنا مول مصر، في مشاريع كتيرة جدا اتنفذت في مصر، وفي مشاريع كتيرة اتعملت في الخليج واشتغلوا فيها في مصر يعني وفي غير مصر. طيب، سبب ان مفيش نتائج ملموسة، لان اولا البيم ما بيدخلش من اول المشروع. البيم بيقولك احنا هنشغل ديزاين، وبعد كده في مرحلة الكوردينيشن نبدأ بقى نشوف موضوع البيم، بينما التكلفة واحدة، فلو بدأت في اول مشروع هيوفر عليك كتير، بدل ما تقعد تبذل جهد تعمله كده وبعد كده تحوله بيم، فدي تكلفة دبل. تمام، زائد إن ناس كتيرة بتفتي، يعني لسه البيم جديد، فأي حد يقولك ما أعرفش أشتغل، ما تعرفش اللي اشتغل ده عنده خبرة قد إيه، ممكن يكون الشركة كلها بيجربوا. أنا شفت شركات كتيرة هندية مثلا ما عندهاش خبرة في البيم، هي شركة قوية جدا في الكاد، والبيم طلع مطلوب، طيب خلاص احنا نبدأ نشغل بيم، وراحوا واخدين بسبب انهم مثلا مقللين اسعار شوية، خدوا تقريبا 7 مشاريع، و7 مشاريع فشل في كله. تمام، إيه ليه؟ لان في خطوات معينة عشان تطبق البيم. البيم مش مجرد تولز وخلاص، لا، هي تولز بس محتاجة تعاون مننا كلنا، محتاجة فهم، محتاجة ان انت تكون بتمارس الحاجة شغال فيها. إيه يعني، انا مثلا شغال 15 سنة في البيم، ففي خبرة معينة، لما اروح اشتغل في ال 3 دي ماكس اكيد هطلع انتاجية سيئة جدا، لان انا مش لان البرنامج وحش، بس انا قليل لما بشتغل بيه، مش بشتغل فيه بس الموضوع الجزئية بتاعة الرندر بس. تمام، فهو كل واحد حسب التخصص بتاعه، فهو جاب ناس كاد وقال لهم اشتغلوا بيم لان هو مطلوب، وما ادهمش التريننج المطلوب، وما جابلهمش كاد بيم مانجر يقدر يكود الليلة ويقدر يجاوب على الأسئلة والحاجات دي كلها. برضه موضوع ده يكون الموضوع البيم امبلمنتيشن، ان احنا ندخل البيم في الشركة، فلازم لها خطوات معينة، ما ينفعش اجي على مشروع كبير ولا اطبق في البيم، او مشروع مزنوق في الوقت، مع الناس اول مرة تطبق. تمام، يعني على ما تفهم البرنامج وعلى ما تشتغل على حاجة تاخد وقت، ده العقل البشري، في اي حاجة في الدنيا اول مرة اعملها لازم بغلط فيها، كأني مثلا بركب بدراجة لأول مرة، فبعد كده بركب من غير ما افكر، وممكن تسيب ايديك الاتنين وانت سايق، فمحتاجة يكون في خبرة ومحتاجة في شغل. ده رأيي الشخصي، قد يكون صح وقد غلط، طبعا في أسباب كتيرة بس دي أهم الأسباب.